ياسمين على كل متابعي قناة سفرة في كل مكان في العالم، كل مكان بيتكلم لغة عربية غالبا بيتفرج على سفرة. اهلا بكم وبرنامج جديد. قبل ما اتكلم على البرنامج لازم اشكر اللي تحمست ان نعمل البرنامج. انا اخر مرة طلعت هوا كان في 2008، فبعد السنين دي كلها روزماري تحمست ان انا اطلع اعمل هوا تاني، فلازم اشكرها الاول بعدين نبتدي نتكلم بقى باين من الاسم ساعة ونس. الجمعة بالليل دايما المفروض بتبقى لمة العيلة ولمة الاصحاب اللي هي الونس، ما هو العيلة والاصحاب هم الونس. فمن هنا جت فكرة ساعة ونس ان احنا نقضي ساعة مع بعض في فقرات خفيفة وكتيرة واكتر من ضيف نتونس مع بعض، انتوا قدام التلفزيون واحنا هنا في الاستوديو. هبقى معاكم كل يوم جمعة الساعة 10:30 ان شاء الله، وهنبتدي النهاردة بثلاث ضيوف كل واحد منهم شخصيته غنية جدا. دايما هيبقى معانا ضيف فنان، ضيف نجم في مجاله مش شرط الفن، وضيف شيف، والتلاتة مهمين والتلاتة هنطلع منهم هنتونس معاهم. مش بس كده، احتمال ان في بعض الحلقات تلاقينا جايبين العاب وبنلعب، وانتوا طبعا هتلعبوا معانا، احتمال كبير جدا. المهم هنبتدي النهاردة أول حلقة بثلاث ضيوف والتلاتة أصحابي والتلاتة قريبين من قلبي جدا. هنبتدي بأن احنا نقدم أول واحدة هيبقى معنا في الفقرة اللي جاية لبعد الفاصل. هنطلع فاصل ونرجع مع ملاك اللحمة أو ملك اللحمة أو إمبراطور اللحمة، هو اسمه فيه لحمة وخلاص، التايتل بتاعه فيه لحمة، فواضح أنه هو شاطر جدا في حتة اللحم، هو شيف بيعمل كل حاجة انما سمعته الاقوى في حته اللحمه. هنعرف ليه لما نقابله. شيف محمد صلاح صديق وفنان، هو فعلا فنان في الاكل لان انا اكلت من ايده قبل كده فانا عارف انا بقول ايه. نطلع فاصل ونرجع نبتدي على طول بمحمد صلاح، كلمتين عنه وبعدين ندخل في الجد. صلاح ازيك؟ مساء الفل. اولا وحشتني. ده انا انت اللي وحشتني اكتر. احنا اخر مره تقابلنا يمكن من شهرين مثلا ولا حاجه، فاكر لما كنا طيب خلينا نخش على طول في الكلام عشان ما نضيعش وقت في يعني الهاي وازيك. يلا بينا. ملاك اللحمه وملك اللحمه وامبراطور اللحمه، اني اسم فيهم اللي انت بتاعتك؟ ملاك اللحمه على فكره دي سريقه كده، التريقه طريقة. عشان في ناس تقعد تقول لي الملائكه دول مخلوق، يا جدعان اقسم بالله انا ماليش دعوه، دي كيف دي؟ احنا انا عملت واحده، عملت اكل لواحده صديقه فاطمه، مساء الفل يا فاطمه. خلاص اوكي. فصديقتي البطه تاكل قالت لي ايه الاكل ده، ده انت عايز تقول لي انت ملاك الرحمه، فطلع منها ملاك اللحمه، طلعت غلط. اي بس خلي بالك، ما الممرضين والممرضات بيتقال عليهم ملاك الرحمه، ما حدش بيزعل يعني. فانا في دماغي انا فالموضوع ما بقاش في دماغي، فبقت كل ما تشوفني تقولها. فضلنا كده سنة بتقولها بتقولها بتقولها، وكان واحد معاها قال بس هو الاسم ده، فبقت الناس بقت بتقولها وانا مش معتمدها، مش بتكلم فيها ولا بقولها حاجة خالص. انا بعد ما اكلت من ايدك انا طلع، ما اعرفش بقى حد قال تاني قالها لك ولا لا، بس انا كنت بقول عليك ملك اللحم مش يعني ملاك يعني، بس ايا كان ما نقدرش نقول كده. ما حدش انت كنت شغال اصلا في الريل استيت؟ قررت طول عمري. ده من كام سنة يعني؟ قبل انا داخل في الاكل اهو، دي السنه التاسعه اهو خلاص دلوقتي، يعني من 10 سنين مثلا. فمن 10 سنين كان في 12 سنه عقارات. ايه اللي حصل خلاك تغير من عقارات ل يعني العقارات بتعمل فلوس حلوه قوي يعني، ولا كنت عامل شويه فلوس زي الفل؟ ايه اللي خلاك بقى تعمل كده والبيت كان ايه رد فعله؟ انا مراتي مضيفه طيران اوكي، ومتجوزاني انا راجل مدير مبيعات وتسويق اوكي، فانا لما بيه راجل بيه يعني وبدخل فلوس معينه وارقام معينه والكلام ده كله. فهي لما حصلت الطفره او التويست ده، اللفه دي، فقلت لها بصي، طبعا من 9 سنين انت كان بيقال عليك طباخ، التغير اللي حصل للناس دلوقتي ان الشيف شيف بيتوصلوا بالواجهه، خلي بالك سفره كان ليها يد في الموضوع ده، لكن اول قناه طبخه مصريه بالظبط. فالموضوع اتغير، الناس بقت بتبص للشيف ان هو نظره تانية خالص اوكي. الكتب اللي ابتدت الناس تشوفها وتوصلها في ايديها، البرامج اللي الناس ابتدت تشوفها على قنوات الفضائيه وعلى حاجات اللي زي كده، ابتدت تبص للشيف بان هو حاجه واو.
فبعد ما الشيف كان طباخ وبيقلل من شأنه إلا من رحم يعني اللي هو الناس اللي هو العلامات بقى في الفنادق وفي الحاجات اللي زي كده، اللي قلت له بصي أنا هيفضل يتقال عليا كده لغاية لما غير الموضوع ده. فقالت لي بص أنا ما عنديش مشاكل في حاجة، بس أنا اللي يهمني إن أنت يعني زي ما كنت راجل شاطر في الحتة بتاعت المبيعات بتاعت العقارات دي، برضه لازم تبقى شاطر في الحتة بتاعت الطبخ. فأنا قلت لها وعد مني إن أنا هبقى راجل تقيل، أنا هبقى فولي. طب انا عايز اقول لك ان مراتك ست عظيمه. لا يعني وهي من اكثر الناس، هي وامي الله يرحمها اللي وقفوا جنبي في الحته دي قوي، ويعني لان اي ست تانيه كانت تقول لك طب بس فرق الدخل وعقبال ما تعمل اسم وعقبال ده احنا جت عليها فتره بعنا العربيه فانا بقى عايز اتعلم بره بقى. اوكي اتعلمت فين بقى في الاخر؟ انا سافرت جنوب افريقيا، اتعلمت اللحمه هناك، اللحمه بس. اوكي لكن كل الدراسه والشغل العادي كان اغلبيته في مصر. في مصر السفريات اللي كانت بره مصر للاكل كانت قليله، بس هي كانت ملي يعني اهم واحده فيهم كانت جنوب افريقيا. اتعلمت فيها ازاي تعامل اللحمه. انا اصلا كنت مسافر قبلها، كان عندي يعني سفريه شغل، فاكلت في مطعم بتاع استيك هناك، فقعدت اتكلمت مع الشيف شويه، فقلت له بص انا هسافر مصر كمان 3 ايام، فانا احب ان اتعلم. قال لي تعالى انا مش هديك شهاده، بس انا هخليك احسن واحد تتعامل يفهم لحمه في قصه. اوكي وحصل، رحت رايح. وانت اخترت اللحمه بالذات لحبك أنا للحمه ولا هي جت؟ ابويا طول عمره كان اليوم اللي يدخل البيت عندنا وما لاقيش لحمه في البيت كان يبقى يوم نكد على امي. ابويا لحمه يعني لو كان في مثلا مكرونه بشاميل لا وفراخ لا نكد لحمه هوبر. فين الهوبر؟ فين الهوبر؟ نفس الكلمه هوبر كده، واضح انه جيل يعني. فهو القصه كلها ده لازم حاجه تتعض كده، اللحمه المفرومه دي بقى ابويا ما كانش فكان لازم ايه، انا طلعت حبيبها، فكان كنت عايز بقى افهمها وادرسها واذاكرها، لان هي كانت لوغاريتم في مصر يعني. كان يمكن الوحيد اللي بيتكلم في القصه دي كان شيف طارق ابراهيم، كان واحد من العظماء الشيفات اللي بيتكلموا في الحته بتاعه اللحوم دي. فانا كنت ببقى راجل اهم منبهر بيه جدا، وقاعد صاغي يعني باصغي ليه بكل شغف ان عايز اتعلم منه حاجه. ولما جت لي فرصه ان اتعلم بقيت قاعد يعني حاسس قدام يعني قصاد قامه كده من العلم استاذ معلم يعني خلاص. فلما جت لي فرصه بقى ان اذاكر واسافر، سافرت، سلفت فلوس، سلفت دولارات، رحت واخد بعضي ومسافر. بعد فتره صاحبه الدولارات دي جت قالت لي لا انا عايزه فلوسي، فانا ما بقتش عارف اعمل ايه. طب استني بس، اصل الدنيا ما بقتش داخل زي الاول خلاص. سافرت فين؟ قدمت استقاله بقى، انا رحت جنوب افريقيا صرفت هناك شويه فلوس حلوه. اوكي هي دي السفريه اللي انت خدت عليها الدولارات خلاص. ورحت راجع عامل حسابي بقى انا هرجع 100,000 مطعم هيشاور لي تعالى اشتغل عندنا بقى. اروح بقى اخبط على المطعم ده، السلام عليكم حضرتك انا راجل متخرج بامتياز من الاكاديميه المصريه للفنون والطهي والتذوق، وانا راجل سافرت مين يعني. انا فاكر في شيف والله العظيم خراني يعني، داخل له بقى برضه كنت انا اهبل قوي برضه شويه، رايح له لابس بدله فرايح لابس بدله، فالراجل شيف، انا كان عندي انترفيو مع الشيف الاجنبي حصل له ظرف وبقيت قابلت الشيف المصري. فالشيف المصري يعني بقى مستهتر بيا الستار، بيبص لي كده اللي هو يعني، قال لي على فكره انا مراتي واخده الشهاده اللي انت واخدها دي وقاعده في البيت بتقشر بصل دلوقتي. يا 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 يا. فقلت له ايه ده ليه كده؟ طيب الاحباط ده صدقني انا راجل شاطر وبفهم ومذاكر وسافرت ولفيت ومش. قال لي والله انا صدقني مش مهتم، انت بالنسبه لي سنك كبير وانت عايش ايه البدله اللي انت لابسها لي جاي دي، انت فاكر نفسك بيه ولا ايه؟ فقلت له هو على فكره هو انا بيه فعلا، بس انت اللي مش فاهم. المهم ان الشيف ده بعد سنتين لقيته حضرت ايفنت، كنت قاعد مع السفير التايلاندي في حفله في الفندق ده، والسفير التايلاندي بنفسه اللي عازمني. فالشيف جه بقى يعني بياكلني، قلت له شيف فاكرني انا جيت لك من سنتين قعدت معاك؟ قال لي لا والله مش فاكر. قلت له والله سنتين ولا هيعود سنتين، قعدت معاك من سنتين بس وقعدت اقنعك واقول لك انا مش عايز فلوس انا عايز اتعلم بس، وانت قعدت تتنك وتتنطط عليا وروحتني بعيط. ف قال لي بس انت عارف ان ده كان للصالح. لا يعني يمكن انت لو كنت اشتغلت في الاوتيل ده ما كنتش وصلت للي انت فيه دلوقتي. مفيش حاجه انا عملتها في الحبه الصغيرين اللي انا اشتغلتهم دول، طبعا 9 سنين دول ولا حاجه بالنسبه لشيفات عمالقه كتير يعني. بس وصلت ان انت بقيت محمد صلاح ملك او ملك اللحمه. انا بفضل كلمه ملك اللحمه، ما اعرفش يعني ملك اللحمه. طيب بما ان احنا بنتكلم في اللحمه، انت هتاكلنا لحمه النهارده اعمل لك شويه، وعندنا فقرتين. الفقره الاولى الـ هو صاحبك برضو. اوكي ده حبيبي، ولكنه اصعب مني كمان في التذوق وفي هو زوقه صعب الارضاء، وعايز اقول لك لسانه معمل تحاليل.
ايوه لا يعني مره من المرات عزمته في تيست كنت انا عامله، فداخل قال لي الطبق ده فيه 1 2 3 4 5. فانا رحت بصص له كده اللي هو انت جبت الحاجات دي ازاي؟ يعني الحاجات دي المفروض انها حاجات ما فيش حد عارفها. انا عايز اقول لك انه قبل العمليه انا كنت اخاف ياخد مني البرنامج، بس الحمد لله عمل العمليه وخلاص ما بقاش في منه خوف. طيب اول فقره هتاكلنا ايه؟ انا عايز اعمل لك فيليه ما فيهوش فتي كتير، حته لحمه عاديه بسيطه كده، بس هدخنها لك. اوكي. هدخنها وهقدمها لك مع اسبارجوس الغلابه اللي هو الفاصوليا. اوكي. وهنعمل شويه تعرف الاسبارجوس بيتزرع في مصر ولا هو بيزرعه على فكره؟ ايه؟ هو بيزرعه برضه؟ طب كويس، عرفت دي كل الاسبارجوس. ما انا هنتكلم دلوقتي. بس. طيب احنا هنطلع فاصل دلوقتي وندخله معانا. نقدمه دلوقتي ولا نقدمه بعد الفاصل بعد ما نرجع على الفاصل؟ طيب خلينا بعد الفاصل عشان نديله براحه. يلا بينا. يلا. ورجعنا لكم. طبعا ما كنتش احب ان الكاميرا تيجي توتال الاول، بس معلش. هي النقطه انه الاستاذ الكبير محمد مصطفى شردي صديق من سنه 98 كان، وده اهم حاجه هنتكلم فيها، كان سياسي مخضرم وكاتب مخضرم وصحفي مخضرم، وفجاه وبالترتيب بطل حاجه وعايش حياه تانيه خالص، مركز في الصيد والزراعة وزي ما كان أستاذ في السياسة والصحافة والإعلام، هو مازال إعلام طبعا، بقى أستاذ في الزراعة والطبخ والصيد، اللي هو إيه ده؟ أكبر كارير شفت شفته في حياتي. هنقعد نتكلم عليه دلوقتي. محمد إزيك؟ مساء الفل، كل سنة طيب. وأنت بالصحة والسلامة، وشرف كبير ليا إن أنا أقعد معاك، مش عشان اسم محمد مصطفى شردي، ولكن عشان الغنى اللي في شخصيتك يا حبيبي. ربنا ما هذا كم من الـ يعني ربنا المواهب، يعني امسك خشب. هو بس خشب. ايوه انا بس خشب. ما هذا كم من المواهب؟ نبتدي بس اول حاجه، انت عارف طبعا احنا ناكل من ايد انا بالظبط. اول حاجه صلاح، ثانيه واحده مساء الفل يا صاحبي. بص هو بيقول لك صاحبي، هو بص هو انا قاعد باصص. انا جبت لك هدايا، ما انا لمحت حاجات كده عظيمه اهي. انا هشتغل بيها وش اصلا دلوقتي. اهو بص الحاجات اللي انت عايزها كلها، رزق وخد اللي انت نفسك فيه بقالك كتير. طب احنا ما ينفعش ناكل مردل شويه من الحاجات دي؟ لا لا. مين ده؟ لا مش هدوق حبيبي. بكل بساطه استنى بس بص 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 ده بيلبس اي حاجه حاميه. ده شويه جوست شبح. ايوه جوست. جوست. ايوه متنشف. يعني الحبايه من دول ب 2 كيلو شطه. ايوه. وده ايوه والله الهابانيرو احمر. ايوه. وده البوتله جولكا اهو. ايوه. والسيفن بوت. حلو جدا كلهم. لان لا بالظبط خليهولك بقى. الهديه لا تهدى. يعني انت جايب هديه لصلاح؟ انا جايبه هو كيس وانت تلاته. لا ولا اعرفك. بص حبيبي، انا 10 سنين مطاعم مصر كلها بتحاول تاكلني حراق. اي دونت، ما بحبوش. انا عارف ما بحبوش. طب ما انا ما بحبوش. الاحساس انت عارف ان انا ما بحبوش. تاكل شطه؟ لا. وعايز تلبسني انا بس ازرعها. سؤال بس، انت طول عمرك بتطبخ ولا انت ابتديت تتعلم الطبخ بعد ما حطيت قلمك؟ لا لا خالص، انا بطبخ طول عمري من ايام ما سافرت امريكا عشان اروح الجامعه. فكنت بتطبخ لنفسك حاجات بسيطه كده. بس طبعا دي مكرونه مثلا. لا لا دي فيها مفارقات مش عايز اقول لك، تموتك من الضحك. اوكي. بتاع مكرونه؟ مش بتاع مكرونه ده. مش بتاع مكرونه ده، يعمل لك خروف يعني وانت قاعد كده مكرونه؟ لا والله. بص يا محمد، كان ديك رومي، وكان ارخص حاجه في الدنيا تشتريها الديك الرومي بعد الكريسماس. بعد الكريسماس. بعد الثانكس جيفن. ايوه بعد الكريسماس والثانكس جيفن والحاجات دي، الديك الرومي كانت بتنزل ب 10 دولار. تجيب ديك رومي 15 كيلو تطبخه وتحطه في الثلاجه تقعد تاكله شهر. ده انا كنت مش عايز اقول لك. الله. فلا انا من الثمانينات. اوكي. فده ده حب قديم. بحب الطبخ بس مش مركز فيه بقوه شديده. والزراعه هوايه. أيوة. قديمه جدا. اوكي. من كذا حاجه ولاحظتها يعني في حياتي، وانا الحاجه اللي تستهويني اذاكرها يعني قاعد يعني ده عشق قديم. لا انا اقرا فيها الزراعه والطبخ عشق قديم جداً. مش حاجه قررت. الصيد ابويا اللي معلمه لي الله يرحمه. أوكي. احنا بورسعيديه. اول اخر مقال ابويا كتبه في حياته قبل وفاته كان كاتب فيه عن الصيد في منطقه الجميل في بورسعيد.
أني أشطر في الصيد، البورسعيدية ولا السويسة؟ لا البورسعيدية طبعا. هقول لك ولا اسماعيلوية؟ هقول لك ليه؟ هقول لك ليه؟ ليه؟ السويسة ما عندهمش التنوع المائي اللي موجود عند البورسعيدية، وما عندهمش الشط اللي يصطادوا من عليه زينا. اوكي. مش سهل. بس عندهم القناة؟ ما حبيبي الصيد حاجات كتير. يعني انا مثلا احلى يعني اقول لك حاجه، احلى قواقع اكلتها في حياتي في السويس ما تلاقيهاش عندنا. مش في بورسعيد. انما انت تلاقي عندنا القاروصه النظيفه الحلوه اللي داخله تاخد ميه، تلاقي عندنا خرجه البحيره واخد بالك، تلاقي حته عشق بيتكلم عشق، حته ده محب كويس. مين بقى اللي يعمل لك بطارخ البوري حلو؟ السويس اخويا ولا البورسعيدية؟ ما اعرفش، احنا مش هنزعل حد. مش هنزعل حد. السويس بيعملوها يا بيه بيعملوا. لا السويس ما لهمش فيه في البطارخ، ما يعملوهاش. ما اعرفش السويس بقى يقولوا لنا بعد كده. البورسعيدية والدمايطة. اوكي. تنوع الميه اللي حواليهم، بحر ابيض بحر احمر، ان انت كل ما الميه زادت الملوحه بتاعتها. عندك النيل كمان كويس. طبعا كل ما زادت، وبحيره المنزله، كل ما زادت ملوحه الميه زادت قساوه السمك عضلات. اوكي. وكل ما زادت الاعماق، فانت كل ما تطلع على البحر الابيض السمكه تبقى ناعمه، بدليل ان الميه الحلوه تلاقي سمكتها ناعمه قوي. في ناس ما تحبش النعوميه زي البولتي والكلام. بالظبط كده. أوكي. صح صح. انما الخلط بين الميتين بيديك بقى الدينيسه الحلوه. الدينيس ده الدينيس. طبعا جميل. اكتر لحمه سمك بحبها الدينيس، وبتاع الحمراء الصغيره دي اسمها ايه؟ البربوني. 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 انت بتحب البربوني؟ انا بعشق البربوني. البلدي الصغنون ده، البلدي الواحد ياكله بتاع 15 20 سمكه كده. بنعمله حاجه، بنعمله حاجه في بورسعيد اسمها الشك. شك. تعرف الشك يا شيف؟ بسمع عنها. بس الشك يعني ايه؟ نعمل كل خمسه مع بعض، وكنا نجيب ابو كرش. تعرفش ابو كرش انت؟ ابو كرش سمكه اسمها ابو كرش. ايوه. اوكي. ابو كرش الوقه بقرش. انت لما تكون متخانق مع مراتك وعايز تنكد عليها وانت مروح، تاخد 2 كيلو ابو قرش. ابو كرش السمكه قد كده. وبتتنضف ازاي دي؟ ما هي لازم تكدرها كده. بالظبط كده. تقعد بقى المدام تنضف في السمك ده. وانت تشك ازاي؟ تعمل كل اربع سمكات بديلهم، وتروح قرص على ديلهم كده معاهم بالبتاع ده، ونروح منزله من المقلايه، فيطلعوا زي بعض اربعات اربعات كده ماسكين في بعض. أوكي. نسميه شك السمك. طب انت كنت بتعمل كده في مراتك؟ كنت بتجيب لها ابو كرش ده؟ ولا حد. كنت انا اللي قاعد انضفه. انت بتعمل لنا ايه طيب صلاح؟ انت ما قلتلناش هناكل ايه انا و احنا النهارده هنعمل الفيليه ده مع فاصوليا ومع ماش بوتيتو. حلو. اوكي. وعامل لكم فتت بتنجان باللحمه مفرومه. الله. ده كل ده في الفقره دي؟ ده كل ده؟ ايوه. في النص ساعه قرب يخلص اهو. ده هو قرب يخلص. بس هي دي اللي بتتدخن، دي اللي بتاخد مني شويه وقت. المش بتيتو شايف الدخان اللي طالع ده؟ اوكي. فدي هتتدخن، بدخنها لك في البيت بدل التدخين بتاع. طب ما تيجي تقول لنا كده بتدخن ازاي في البيت؟ انا في البيت بدخن، بحط على طاسه زي ما انت شايف كده غويطه، بحط لها شويه ملح خشن. ملح. اوكي. عشان بس اغلب بس بيه ارضيه ال هي دي قريبه شويه من فكره الووك. بالظبط. هي دي حقيقه. خلاص. وهو ده قالب به تدخين عموما. هما يعني علمونا كده ملح خشن، وتحط عليه بقى خشب يكون منوع في شويه ميه بقاله ساعتين ثلاثه عشان ما ينزلش يتحرق. اي خشب؟ لا انا بستخدم خشب عطري. عطري. انا بستخدم بقى يا خشب تفاح يا مانجا يا اوك يا حاجه حسب انا بستخدم سمك ولا فراخ ولا لحم. اوكي. فانا النهارده نوع الخشب بيفرق من انت بتطبخ ايه؟ طبعا حسب رقه المنتج نفسه. خلاص. أوكي. يعني مثلا في السمك بنحب نستخدم اللي هو التشيري والحاجات التفاح والحاجات الخفيفه دي. في اللحمه بنحب نستخدم الاوك اللي هو بقى حاجات زي الارو. بالظبط. والحاجات بالظبط. خلاص. اوكي. فبتنقعه كده شويه عشان ما يبص منك وينزل يتحرق على طول، فهو يفضل مقاومه، يبتدي يطلع الاروما للزيوت العطريه بتاعته من غير ما يتحرق خالص. وبتحطه مع اللحمه جوه ولا في حاجه في الارضيه وفي فاصل ما بين ده وما بين ده، وعلى قد ما اقدر بكتم الدخان زي ما انت شايف. يعني المفروض الدخان السرسوب الصغير ده ما يطلعش حتى. اوكي. بس خلاص احنا كتمنا، مش مفيش حاجه اكتر من كده. اوكي. وبعد كده هنطلع نبتدي بقى نحطها على الطاسه نعملها سيرين كده، نديها لون حلو ولطيف وظريف كده. هتلحق تعمل كل ده؟ نلحق نلحق. طيب هعتبره خلص. لا انا بص انا عندي ثقه عمياء في محمد صلاح. انا اكلت من ايده قبل كده. هتقول لي انا عارف انتوا اصحاب، بس يعني انا يوميها اللي قلت عليه ملك اللحمه، تحس ان هو بيوشوش اللحمه قبل ما يطبخها. بص يمسك حته اللحمه. بص. طب حبيبتي عايزه تطبخي ازاي النهارده؟ والله العظيم انت بتقول فيها كده. الاكيل اللي هو انا
ايوه ما فيش غير واحد اسمه الاكيل. ركز. والله العظيم واحد اللي اسمه الاكيل. بس انا بشفق عليك احيانا بحس ان الطبق اللي قدامك مش حلو. لو مش حلو بقول مش ذوقي. على فكره هو بيبان 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 وشي بيبان على طول وبقول مش ذوقي. والله بشفق عليك احيانا يعني كده. لا بس هو علشان بيتذوق فبيعرف ان هو يعمل الاكل ازاي. انما انا ممكن اقف قدامه في مره مثلا اجيب طعم عكاوي ويشوف عكاوي بتاعته. طب خدوني معاكم يا جماعه في الكلام ده بس بعد الصغير لان انا مش ناقص يعني. بص ادعي ربنا ان نيره اللي على التليفون ما تكونش من السويس عشان ما يحصلش خناقات. لا لا خالص نيره. لا خالص على السويس فوق راسي. ايوه مش السويس. الو نيره. الو ايوه ايه ده. لا دي نيره صغنونه. الو ايوه نيره سامعانا. ايوه انا سامعك. الو ايوه. طب نحاول. سامعاني؟ صوتها واطي بس. طب لو وطيتي التلفزيون هتسمعينا كويس في التليفون. يا انا ما قلتش الجمله دي من سنه 2008. سامعاني كده نيره؟ انت عندك كام سنه؟ معلش مالناش نقطة. طيب بس الحمد لله طلعت مش بالظبط الحمد لله. اوكي بالنسبة الخشب والتدخين هل تعلم انت بتشتري سلمون او بتشتري رينجا مش كده؟ انت ممكن تشتري نفس سمكة الرينجا دي تمنها $100 الكيلو ونفس سمكة الرينجا دي تمنها $1 الكيلو. ايه الفرق؟ نوع الخشب اللي بتتدخن بيه؟ بالظبط كده فعلا؟ طبعا. اوكي فقط لا غير. دي حقيقة. ونفس السلمون نوع الخشب اللي بتتدخن بيه ودرجة الحرارة اللي هو عاملها. ما هو انا عايز اسويه لان هي كلها هارينج اصلا مش كده؟ كلها كل معظم السمك المدخن هارينج. اوكي انما انا جبت الهارينج. لا لا اشرح لي ايه هارينج ده. نوع السمك. انتوا الجوز بتتكلموا لغة ده نوع السمكة يعني؟ مش كل هارينج؟ مش كل الاسماك في العالم تتدخن لازم تكون اسماك زيتية. اوكي اللي هي اللي احنا بالبلدي نقول عليها مدهننة. حلو. يعني البوري ده مش ممكن يتدخن لان هو لحمته ناشفة. ممكن يتدخن البوري جدا. ممكن الحنشان لما بيتدخن بيبقى غير طبيعي. التعابين لو التعابين واغلى حاجة في الدنيا. انما هي القضية في ايه؟ ان امي اسف على كلامك امي الله يرحمها كانت تعمل لنا الطواجن الحنشان دي للتعبين بالفريك. بس انا ما كنتش اقدر اكلها كان مدهنين عليا قوي على ذوقي. لا بقى انا ما تقلقش ما بعملها لك انا يعني هتشويها له؟ طيب هنطلع فاصل ممكن اشويها اشويها في جلدها يا محمد. يعني طيب هنطلع فاصل نبص انا وانت كده صلاح بيعمل ايه. انا هقوم اكل معاك. لا لسه ده الاكل في الاخر. لا لا نقوم ندوق برضه في الفاصل. فاصل ونرجع لكم تاني مع محمد مصطفى شردي ومحمد صلاح ملك اللحمه. انا مصمم على ملك اللحمه دي مش عاجباني. كتر خيرك والله. ورجعنا لكم تاني ولازم قصص لا تنتهي مع صديقي محمد مصطفى شردي. وضحك احنا عادي قول لهم ان انت فاكر شويه ضحك في الفاصل. بالظبط كده. الزراعه انا كل ده كنت فاكر ان انت بتزرع حاجات صغيره كده في جنينه فيلتك فاهم. بعدين لقيت انه لا ده انا عبيط ده انت بتورد شطه ده موضوع ارض بقى يعني انت عندك ارض بتزرعها ولا لا خالص؟ امال ايه بتزرع ده كله فين؟ كنت بزرعه في اصالي زرع في البيت. وبعدين اجا واحد صديقي اسمه الحاج محمود سعد. قابلني من 5-6 سنين دخل بيتي فلقى شطه طالعه اشكال واحجام مختلفه والوان مختلفه في اصاري زرع. قال لي ايه ده؟ قلت له شطه. اجا يدوقها ولع. مين ده؟ ده دماغه ضربت في سقف. انا قلت له لا. فقعدت اشرح له انا عندي 45 نوع شطه هم اقوى. طب ليه هذا التخصص في الشطه لما انت ما بتاكلهاش اصلا؟ لسه بتقولي بتاكلش. لان الوانها كانت حلوه. بص اي حاجه يعني اقول لك حاجه. بص هو مش قال لك انا جايب فاصوليا اسبرجوس الغلابه. انا الاسبرجوس عندي في الجنين. ما هو قال لي قلت له انت تبعت لي بكره اسبرجوس مع السماعه. لا انا هبعت لك السماعه. انا بعشقه. بص اسبرجوس من اسهل الحاجات وتفضل تطلع على طول. وابتدى يتزرع مصري دلوقتي في كل حته. اصل انت بتحطه في الارض وبيطلع على طول يعني بيزرع ويطلع. بس انواع معينه هي اللي بتمشي في مصر كويس. اوكي انا ما بزرعش تجاري بزرع عشان دماغي. وانا روزاريان الورد بالنسبه لي والابصال اللي بتورد وحاجات كده انا مجنون في الحاجات دي. انما انا اصلت بذره الفلفل من غير ما اخد بالي. يعني انا جبت بذور من بره من 15 سنه
بدات ازرعها. اوكي. بعد 5 سنين هي تحولت وتعودت على الارض المصريه. فاصاري. فاصاري. ما انا باخد البذره واقعد اغذي بطريقه معينه واخد اول طرحه من قلب الشجره عشان اخد بذره نظيفه للموسم اللي بعدها، مره في 2 في 3 في 7 اصبحت البذره دي متاصله على الارض المصريه ومتعوده على الامراض المصريه ومتعوده على الجو المصري. فيقوم الحاج محمود قال لي طيب ما عندكش شويه شتلات؟ قلت له اتفضل. بعدها باربع اشهر جاي يزورني قال لي انا جايب لك الفلفل اللي انا خدته من عندك، جايب لك شويه فلفل منه. والله العظيم زي ما تبص بالنص كده. فنزل من العربيه بتاعته، هو الراجل عنده ارض في البحيره وبيزرع وبتاع، فجايب لي قفص برتقان على قفص عنب حاجات كده مش فاكر. فبقول له امال فين الفلفل؟ عايز اتفرج عليه بعد ما نزل الارض، ما كنتش شفته. قال لي الفلفل جاي ورايا. لقيت عربيه نقل داخله جايب لي طن ونص فلفل. والله العظيم. هتعمل بيهم ايه؟ اساله. انا كنت بعمل براميل. كان بتوزع اصحابك؟ لا لا لا، بيعمل وزعت عليه انا بعتله. بيوزع، غير انه بيوزع كمان هو بيعمل حاجه ثانيه. هو في الاخر خلاص هو وزع وفاض كتير. فبياخد الشطه دي يبتدي يصنعها ويبتدي يعملها صوصات وحركات. بدات اعمل صوصات. انا مجنون في الحاجات دي. واكتشفت حاجه اهم بقى، ان حاجه من اكتر الحاجات اللي بتساعدني في الزراعه ميه الشطه. ايه علاقتها؟ اقول لك انا. بتموت الافات. طب اشكرك. طبيعيه 100%، تخفها وترش بيها الزرع، موتت اي حشره والمن والبق الدقيقي. مش عايز اقول لك، سبتها قويه شويه وسقيت بيها الارض. درست فين الحاجات دي؟ عرفت ازاي الحاجات دي؟ بقرا كتب وبخش على مراجع وبخش على كليات زراعه في امريكا. بص الانترنت، انا راجل قارئ ناهم، قرب لك كل حاجه لحد عندك. مش عايز اقول لك، انا لا انام، انا لا انام. طيب ايه رايك لو نطلع كده؟ ايه ده، انا لازم نطلع. انت لا ينفعش انت الاول. اطلع انا اول طبق اصلا. انت خلاص اول طبق هدوء بقى. ايه تعالى تعالى معايا كده، شيل دي، احنا هنخش جوه عشان هو يبقى جنب النار. طب انت كده ايه ده ريحه حطب فعلا. طبق قوي شيل دي. طبق ايه؟ احنا مش هناكل بايدينا؟ كل بايديك يا حبيبي اللي انت عايزه. اول طبق تعالى. استنى، ده في حاجه في الحوض ده، الخشب المبلول. الخشب المبلول ده ايه بقى؟ اشرح لي. دي فتت بتنجان. اوكي، فتت بتنجان اللي احنا عارفينها. بس باللحمه المفرومه وبالحمص وبال بشويه حركات كده. لحمه مفرومه كده. شويه دبس رمان كده على الوش. ده تقيل قوي، انا اول مره اشوف دبس رمان تقيل كده. انا عايز دبس من ده يا محمد. حاضر يا فندم. لا لا، ده دبس رمان بجد. ده كما قال الكتاب يعني. شايف اللون؟ وشايف التقل. ايوه، غير اللي بيجي في الازاز عندنا. طب احنا هنغرف بايه؟ استنى استنى اجيب لك انا. ده الصماء. ناخد ده؟ ده صماء، بس انا ده جايبه صماء شامي درجه اولى. ناخد ده؟ يا فندم. اوكي. ايوه، ده على اعتبار ان احنا طبعا ما نقدرش نجيب الحاجات دي. انت بتعرف ايه؟ بيغزنا. قال لك صماء بلدي درجه. طيب. انت شفت الفلفل اللي انا جايبه لك؟ شفت طبعا. شفت. انا ادخنته عشان خاطرك. بص دي خلاص اصلا، ابص قربت خلاص. يا عم براحتك انت، بس احنا ايه؟ هندوس 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 دي كده قبل ما تخلص دي. بالظبط دي اصلا خلاص كده. ما قلتلناش طريقه العمل يعني. ال دي سهله. دي انا بس زي. دي بتتعصج لحمه عاديه خالص. اوكي. بتاخد شويه بصل، وبعد البصل بتحط لها، بتقفل عليها النار وتقوم حاطط لها شويه دبس رمان على الخفيف. اوكي. خلاص بعد كده بتقوم حاطط ايه بقى؟ بتحط دي على هي طعمها رهيب. هي يعني هي فيها فليفرز مبنيه فوق بعض كده عظيمه. ومش سبايسي عشان خاطرك بس. ليرز. بتعمل لها ليرز بقى بالزبادي وباللحمه المفرومه وبال والتوم. والتوم. بعد التوم. لازم يبقى فيها توم حلو دي. لازم يبقى تومها توم. كتير. لازم يبقى تومها كتير. طب انا هسكيب التوم ده. انا بات بره بقى عشان التوم ده يعني. لا وحمص بقى وباذنجان وحاجات دي. بس حلو. بس. حلوه. لا هي بيوم وتفتح النفس كمان. سؤال بقى، التوم على الطحينه ولا التوم في قلبها؟ التوم في قلب الزبادي. مش كده؟ الزبادي اللي في قلب الطحينه. انا بحط الطحينه مع الزبادي. لا انا بحط الزبادي الاول، وبعد الزبادي بحط التوم، واحط احط له شويه سماق. يعني هنا مفيش طحينه كويس. في هنا طحينه خفيفه قوي. انا لاحظ ملاحظ انا ده. طحينه خفيفه بس هنا في حمص. فهو ده اللي مديك الطعم اللي انت حاسس اللي هو الكريمي ده. حمص وطحينه. جس ثلاثه شويه حمص صغيرين بس. اوكي. طحينه صغيرين قصدي. طحينه ازن طحينه رو. طحينه رو مش طحينه مضروبه. لا لا لا. اوكي حلو قوي.
انما انا بقى ايه، انا مش هعمل زيك، انا هي شوكه واحده بس عشان لسه عندنا اربع اطباق. انت هتقعد تاكل طول الحلقه؟ اه ما لسه الفقره الثانيه فيها اكل برضه باشا. تنورني. انا هقعد على الكرسي هنا يا باشا. انت تقعد يا باشا جي لك السنه الفاصوليا دي، انا هخلص فقره الفاصوليا دي مع اللحمه. الله انت رايح هناك ليه؟ لسه تطبخ شويه صح ولا انت هتسيبك لسه شويه كمان كده؟ الله على الخفيف. الفاصوليا دي مع اللحمه دي كده خلاص. بص اوكي دخلت كده بقت عظمه. تنزل بقى دلوقتي على انت الفيفوريت بتاعك ايه، ميديوم ويل ولا ميديوم رير؟ لا انا ميديوم، خلينا نقول ميديوم عشان ما تتشتمش بس. ما تتشتم لما لا انا بحبها ميديوم ويل وما بتكسبش اقول. انت بتحبها ميديوم ويل؟ اه وما بتكسبش اقول. طيب ماشي ماشي خلاص، خلينا نعملها ميديوم ويل ومرير. اه لا لا ان في ناس يقول لك ايه ده اللحمه انت بره فرنسا اكيد انت سافرت اكتر من رير يبتدي يبص لك بصه مش حلوه. ميديوم رير ممكن يقبلك، اكتر من كده ممكن الشيف يطلع من جوه يشتمك لو طب انا حر كل فراخ. اقول لك كل فراخ طب انا حر. انت اول ما تقول له فيليه ويل دان عينيه بتبرق. شويه حاجات كده. مراتي هي بقى اللي بتاكل الحاجات دي، نبقى قاعدين كده في مطعم والحركات دي وبص لمره ويل دان. طب انا قاعد عمال الراجل بيبقى بيبص لي، ما لما انت بقى انت محمد صلاح جاي لي. ايوه ايوه. فمراتي بتطلب اكل ويل دان، فالراجل بيبقى بيبص لي يقول له معلش انا خيانه بتيجي من بيتي دي. ايوه ايوه لا والطلاينة، الطلاينة لو جيت قلت له عايز كاتشب عشان البيتزا يا لهوي يقول لك مفيش بيتزا امشي اطلع بره. اه مصيبه. يعني كنت بصور مع الله يرحمه استاذ سمير سيف الله يرحمه، كنا في ايطاليا وبنصور ابن موت وحصل في الفصل ده، مش انا عمري حطيت كاتشب على البيتزا، بس حصل في الفصل ده ان حد من الجروب يعني طلب كاتشب عشان يحطه، قال له مالكش بيتزا عندنا. كده وش بيتكسر كده وش مش هيكسر. طب انت اللحمه هتقطعها فين؟ لا اللحمه هتقطعها هنا اهي. اه على طول هيطلع لا 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 مش دلوقت، انا بس لسه لازم نسيبها كده يعني. مش دلوقتي احنا مش هندوقها يعني؟ لا اصل هي دخلت بس هي هي لسه ما استوتش، هي لسه نيه نيه، هي بس خدت التدخين. اوكي تبتدي دلوقتي تنزل في الطاسه مع حته زبده، جايب لك حته زبده فخيمه كده. اوكي وهتستعمل الحاجات باي ذا واي يا جماعه. انا كاميرتي اني واحده. اهو الزرع اللي انتوا شايفينه ده كله نعناع روزميري زعتر. ايه اللي ورا ده؟ هو يقول لنا بقى ايه اللي ورا ده؟ البردقوش. ده بردقوش. البردقوش اللي هو بالانجليزي اوريجانو. بالظبط. ايه ده؟ ده اوريجانو. الاوريجانو مش الزعتر البري؟ لا ما هو ده زعتر. اوكي وده نوع تاني من الزعتر البردقوش. بص الزعتر دي كل ما ورقتها دورت كده ده الزعتر. اوكي الزعتر ست سبع انواع. وانا عارف ان اوريجانو نوع من انواع الزعتر. امسك كده. مسكت. إيه انت عارف ان انا هاخد دولار اروح بيهم صح؟ شم انا هبعت لك. الله ايه رايك؟ بص بقى. الله. لا ما انا هحطها لك دلوقتي فلوكه بقى في ايديك كده، هحطها لك في الطاسه هتبقى عظيمه. وايه الثانيه بقى؟ ما انت بسألك كده اجيب حاجه من عندك. احنا قفلنا لك السكه. هنروح نقعد مرمريه. عارف المرمريه بس انا بشربها. هي بتتحط في الاكل كمان؟ مفيش حاجه من العطريات ما تتحطش في اكل، بس هتحطها ايه وهتحط كميات قد ايه؟ ده عالم تاني. دي دنيا تانية خالص. طب تعالى عشان هو دلوقتي تعمل. هيعمل اللحمه فهيطلع دخان. انا عايز نرجع نقعد هناك. انا عايز اقعد. اوكي وايه اللي مساعده؟ لا يا فندم هحتاج دلوقتي تاكل على طول. مش كده؟ يعني قدامنا ايه خمس دقايق مثلا؟ خلاص اهو مش هتطول دي. بص على طول. طيب احنا ممكن في الخمس دقايق دول نتكلم على شيردي جاردن. قول لي انت تعديت في حبك للزرع ووصلت لمرحله انك تعمل برنامج على اليوتيوب عن الزرع، عن الزراعه يعني. شيردي جاردنز. شيردي جاردن. طب انا عندي سؤال. الزراعه متاصله في مصر من 7000 سنه صحيح؟ المعلومات راحت فين؟ يعني انا قارئ مش زيك بس قارئ، بحب القرايه واحب متابعه المواضيع اللي تخص بلدي. فمن ضمن الحاجات ان انت بتلاقي انه في شكوى ان الفلاحين ما بقاش عندهم الخبره بتاعت زمان، رغم ان هي بتتوارث الاجيال من اب من جد الاب الابن. عايز الصح؟ راحت فين؟ عايز الصح. كسرنا الارض الزراعيه. اوكي ضاعت الارض الزراعيه، فالراجل بقى عنده خمسه فدان او عشرة فدان، بخلف خمس عيال لانه بقى صاحب ارض. الخمس عيال كبروا، كل واحد خد له فدان، كل واحد اخد فدان وخلف خمسه. تفتيت الرقعه الزراعيه خلاص عرفناه. حلو. نوعيه الزراعه كترت،
يعني انت زمان كنت تسمع يقول لك فلفل صح؟ انما ما تسمعش عن 40 نوع فلفل 50 نوع فلفل. كنت تسمع زمان عن البرتقال انما ما تسمعش عن، انا عندي في المشتل حوالي 15 نوع برتقال. اوكي؟ فبدأ التنوع ده كمان. انا بحب الصوت ده مش كده؟ مش انا بحب الصوت ده صح؟ يا عم ما قلت لك بتلاقي قلبي بيرفرف. لا عشان ما الزحمة بس، وبعدين ريحتنا تبقى لحمة وبتاع. لا 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 ولقمة عيش. لا بس سامع كده يا مراد لقمة عيش، لقمة عيش من ساسة الزبدة دي. اه بس في الآخر مش كده؟ أكتر صوتين بحبهم الصوت ده وصوت الـ ATM machine. اوكي فكتر التنوع في الحاجة بالظبط كده. ثم اجت علينا فترة طويلة جدا ان احنا الارض تعبت، ما بنخدمش على ارضنا كويس. هتقولي واحنا مش مكفيين نفسنا قمح، من انا بلد القمح والزراعة يا جماعة، الزرع ميزان. ما انا عشان ازرع قمح كتير حاجة على حاجة محصول تاني، احنا بنزيد ورقعتنا الزراعية ما بتزيدش. بالعكس ده كانت، انا سمعت ان في ايام الثورة راح منا بتاع مليون فدان حاجة كده، اتبنى عليهم حاجة كده وعمالة تقل وتنكمش. بس دلوقتي أطلع. الحمد لله بقى في المشاريع الجديده بتاعت انا شفت زياده الرقعه الزراعيه. انا شفت حاجات مش عايز اقول لك حلوه ولا وحشه. حلوه قوي. احنا ساعه ونس فاقول حاجات حلوه. لا لا حلوه قوي. ايه بقى الحاجات الحلوه اللي اقول لك شفتها؟ انا لفيت مصر وعامل 65 حلقه خارجي، وبحب اروح الزراعات جدا جدا. انا انت عارف ان مصر بقينا رقم واحد حته زبده جنبها، تخصص الزبده وتخصص الزبده. بص تخصص الزبده ايوه كوليسترول. ايوه ما هو سمع ان انا يا عم كوليسترول مين استنى احنا مش هندوق حاجات خفيفه. ايوه ايوه انت انا اكل على خفيف. والنبي والنبي اخواننا شوفوا لنا لقمه عيش عشان نسقسق. ايوه ماشي اوكي. هناخد شويه حاجات بقى من هنا. بص بص انت تطلع اللحمه وتسيبني انا مع شويه الزبده دول واخد بالك، وهروح حاطط عليهم كراشت بيبر واروح عامل منهم صوص. انا هاخد شويه بردقوش وشويه روز ميري ماشي. ما تحفش عشان دول انا اروح. حاضر يا عم هجيب لك ولا هبعت لك. بص بقى تنزل كده تطقطق. مصر مصر بتزرع فراوله ده انا عارف، ينتظرها العالم ومن من من اكتر مصدرين للفراوله في احنا رقم في واحد في. تخيل انت ان احنا رقم واحد في تصدير الفراوله المجمده للصين. دي انا عارف المعلومه دي، والصين هي اللي بتصدر لامريكا رقم واحد. انما بتعتمد على مين؟ على مصر. على مصر كويس. وعارف ان احنا برضو خدنا مركز حلو قوي في البرتقال واحد في البرتقال الصيف بيتهيألي كان مازال كاليفورنيا نمره واحد. اعتقد ان احنا نمره واحد في الانتاج غير غير احنا نمره واحد اعتقد. احنا نمره واحد في البرتقال الصيفي. اوكي ما حدش بيزرعه كتير. اوكي كويس. هل وكان حاجه تانية برضو سمعت عنها ان احنا التمر البلح وكده احنا اخدنا برضو احنا اكبر منتج في العالم في التمور مش مصدر. اوكي هو التصدير يختلف عن الانتاج. انت أوكي. كمياتك رهيبه جدا، النوعيات بدات تبص لها بشكل جيد، الانتاجيه على الفدان بدات تبص له حاجه تفرحك. ده هيرمي امتى معاك؟ اديله كمان 4-5 سنين. الفكر بتاع الفلاح المصري اختلف للاحسن جدا. الحمد لله الحمد لله جدا. ما هو كلنا نعوز ده يعني. الناس زمان كانت بتسيب الارض تسافر بره تشتغل في دول الخليج، تشتغل هنا تشتغل هنا عشان يبني على الارض دي بيوت. النهارده عرف قيمه الارض، الفدان بقى ب 2 مليون و3 مليون و5 مليون. فعرف قيمه الارض وعرف قيمه الفدان وبدا يكسب من الزراعه فرجع لها تاني. يعني اللي بعد الناس على عن الزراعه الى جانب طبعا تفتيت الارض الزراعيه هو فكره انه ما بقاش يكسب، ما بقتش مربحه. ما بقتش مربحه وما عادش في اراضي جديده وما عادش في تقوي تطلع له حاجه كويسه، ما عادش في طلب. انت دلوقتي كل ده اتغير وبقى في تقوي طبعا. اوكي انا ماليش في بص انا ماليش في الانتاج بتاع الخضر والحاجات دي والكلام ده كله. انا تخصصي اكتر في الحاجات النوادر بقى والشتلات والورد والروزيريان انا راجل بسيط بقى. انا اكتر حاجه بحب اعملها وممنوع اي شخص يعملها في البيت غيري ايوه هي شراء الخضره والفاكهه. يعني بستمتع بان انا انقي الخياره الرفيعه اللي ماسكه نفسها مش طريه دي تبقى قديمه. السوبر ماركت عادي وتروح وتيجي والكلام ده الخضر لنا كده. الخضر ما اقدرش ما اقدرش حد يشتري لي خضار غيري. ما اقدرش كلنا كده ما اقدرش اكل من حد يعني. ودي ابويا الله يرحمه اللي علمها لي. الفاكهه والخضار الطماطم انتوا عايزينها سلطه ولا خضار او ولا طبيخ؟
هيعملوها طبيخ وبتاع، فباخدها كبيره وسنه كده. بص بالمناسبه بقى بتدي معايا احنا كده في ساعه، احنا قاعدين مع بعض في ساعه ونس وبتاع، اليومين دول اخوانا كل الستات تنزل تجيب الثوم وتفرم. صح لا عملنا كده، واخد بالك عملنا كده، عملت كده. وانا بحب الثوم الاحمر، انا بحب الثوم الاحمر، انا بحب الثوم الاحمر او الموف ده الاحمر. انا ما بحبش افرمه. انا على فكره جربت كل الطرق في حوار الثوم ده، وهو طريقه ستي الله يرحمها، المسمار اللي مضروب في الحيطه. ايوه انا عامل المسمار اللي في البلكونه، انا عارف، بس اقسم بالله لغايه دلوقتي انا بستخدم الثوم بتاع الشتاء اللي فات. انما في لسبب ما مش مفهوم بقى يفضى عن زمان. أكيد زمان كان بيفضل جوده زمان مش زي دلوقتي من خلص. السنه للسنه دلوقتي اربع خمس شهور وتلاقي نص الثوم فضي فضي. ده صحيح، فعشان كده بنفرمه ولازم تحط عليه ملح قبل ما تحطه. لسه مراتي عماله تقول لي بقى نجيب ثوم ثاني بقى، قلت لها بقول لك ايه، دي خلاص الربيع دخل علينا وهنشتري لوكشه ال 25 كيلو. لا ده دلوقتي ونشتغل دلوقتي ونشرب. انا خلاص انا فرمت خلاص. اوكي انا فرمت واشتغلت فريزر علشان حاجات معينه، وبعدين ايه بقى باخد اوراق منه انا اشفها. اوراق ثوم طبعا، الورق اللي حواليه الابيض الصغير ده. انا عايز ثوم معمر صحيح، تشايفز الورق. عايز تشايفز؟ يا ريت، ده انا قالب الدنيا عليه يا راجل والله العظيم. انتوا بيتكلموا لغات الاثنين بيتكلموا لغات. بص بص انا مش فاهم هما بيقولوا بس ايه. بص بص ايه ده، نوع من انواع التومات، توم انواع كتير قوي. هو اللي عايزه توم زي ما يكون اخضر كده طالع. اوكي، وهو بيقطفه مش راس توم. اوكي الـ زي في الليمون، زي الليمون جراس. زي الليمون جراس. لا بس ده حاجه ثانيه، الليمون جراس قاسي قوي. ده تاني طري كده عامل زي البقدونس وطعمه رهيب يعني. ايه اللي هو الرجلين بتاعت التوم يعني ولا ايه؟ الشبه رجلين اللي هو العرش او الحاجه اللي طالعه فوق الارض. زي هي عشبه، هو ده زي عشبه الليمون، ده اسمه عشبه التوم. اوكي بس وده بيستخدم في الطبخ. يا لهوي يا لهوي على الحلاوه. احلى من التوم ولا ده حاجه وده حاجه؟ ده حاجه وده حاجه. ده التاني طعمه حلو قوي، وبيتجرنش بيه وبتعمل بيه زيت وبتعمل بيه حاجات كتيره. بياخدك في منطقه تانية لانه اخف حده من الزيت بتاع التوم. عارفين بقى يا جماعه اللي كانوا بيقولوا على الشاف طباخ، وانتم بتتفرجوا كده وبتشوفوا التفاصيل التفاصيل التفاصيل، انتوا متخيلين يعني؟ انتوا كنتوا يعني مسليدد ازاي ان انت فاكر ان الطباخ ده ايه يعني بيحط كذا؟ لا 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 لا، ده الموضوع فن. عشان كده ما بقول فلسفة. فنانين فنانين. بص الاكل فلسفه كمان، طلع فيه فلسفه. انا كان زمان مصطفى السقا في الاوربت عايزني اعمل برنامج عندها. لو انا جبت لك قطعه اللحمه دي وجبت 100 بني ادم بيطبخوا، كل واحد هيطبخها بطريقه، 100 طبق مختلف. انا بقى كنت كان ليا مقوله ثانيه، كان ليا مقوله ان مطبخ الدوله، تفاصيل مطبخ الدوله يقول لك على اخلاق الدوله او التمبرمنت بتاع الدوله دي. يعني مثلا في شعب ما معروف عنه انه عدواني واجريسيف وبتاع، هتلاقي مطبخه باين 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 ان هو الحاجه فيه شارب يعني، والعكس كل ما يمكن ان تتخيل. قريت كتير جدا في الحدوته دي، وحته ان انت الوفره وانك انت تخزن لزمن عدم الوفر. دي ستات ستات البيوت كانوا يعملوا كده. فتبص تلاقي ان انت مثلا عندك مصريات عالميات الموضوع ده. وانا امي الله يرحمها ما كانتش بتطبخ خالص بالمجمد، كانت في موزم الخرشوف تجيب شوال خرشوف وتقعد هي والست اللي بتساعدها يقعدوا يقطعوا ويقوروا وبتاع ويخزنوا ده. بص في الفريزر من 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 السنه للسنه. من زمان بقى الكشك الصعيدي، القمح، مفيش مطعم في مصر اكلته عنه. كله بيعمل الكشك. اجيب لك ميه حالا دلوقتي. كله بيعمل الالمازيه. الكشك الصعيدي احنا بناكله في بيتنا، بس لحد دلوقتي مفيش مطعم عمله صح او عمله اصلا يعني. الكشك الصعيدي، الخليع، ما اعرفوش ايه الخليع ده. في المغرب. اوكي. لحمه مطبوخه محطوطه في سمنتها تقعد 10 سنين. اوكي ليه؟ لانه محتاج بدوي. البتاع دي تشتغل. ده مانجا، انا خايف بس تشرب ده، مش عارف ده. شغاله حلو. طب زي الفل. لا لا انا عارف انها شغاله، انا قصدي ان هل تنفع بدل الميه ولا لا؟ لا ما تنفعش بدل الميه، بس بس معلش حلوه. طب احنا لازم نروح ندوق، لان احنا لازم نروح ندوق. عشان التايمنج. التايمنج. صلاح. نعم. ايه يلا يا فندم. يلا ولا لسه؟ لا لا صلاح بس انا بطاطس البيوريه. ايه ده احنا طبقنا اتسرقت ولا ايه؟
خلصت بقى وديتها لكم هناك بقى. هتدينا اطباق تاني يعني؟ لو عايزين. دي طاسه كاست ايرون صح؟ دي لا. لا دي عاديه. دي عاديه. لا ده هي اسودت. اوكي. اوكي. طب بس انا معجب قوي ان انت فاهم في حته الكاست ايرون. لا انا طاسات الكاست ايرون عندي بقى لها سنين. لا هيجي لك بقى طاسات كاست ايرون مننا بقى. وهتعيش معاك العمر كله برضه، بس مش هينفع نتكلم قدام الناس بقى. صحيح؟ هيجي لك طقم كامل مننا. ده برامس. برامس. طيب وداتش اوفن وكل ووك وكل ما تتخيله. طب خلاص. ده انا مش عايز اقول لك يعني. يلا تعالى جوه هنا عندي عشان تاخد من النور. النور صلاح. سيبك. ده فص التوم ده صح؟ يس. انا هاكله. انا بحبه المطبوخ. تحبه كده؟ ده جريفي. ايوه. عايز تقول لنا الجريفي بسرعه كده انت بتعمله ازاي؟ انا باخد كل البواقي اللي لازقه في الطاسه. ماشي. انهي طاسه؟ الطاسه اللي بتبقى زي كده. باخد كل البواقي اللي لازقه فيها، بحط لها معلقه دي، بحط لها حتتين زبده وبقلب كويس. لو احتاج بنزل عليها بشويه كريمة عشان تبقى ريتش اكتر، مش لبن. فبتختلف من واحد للتاني بالظبط كده. بس انا عرفت ازوق ودخلت جوه. لا انت عارف لما اديت ايدك على الاكل قبل ما اجي انت حر، فلسه على الدنت شويتين. انت بتحبها كده؟ انا بحبها كده بصراحه. اصلها لو اتكت عليها اكتر من كده يعني هبص ليها دبلت منك. ما انت خد بالك من حاجه، دي بدل الاسبارجوس. الاسبارجوس لازم يقطع. صح صح. بس هو واضح ان هات ناوي الشوك. الشوك اهي. بسم الله ما شاء الله. لا هو طبقنا ورا اهو. بص هي لازم تريح شويه، بس انا ما عنديش وقت، فانا هقطع. ولما لما التسويه بتاعتك مش عاجباك، انا عارف ان التسويه دي مش هتعجبك، خلينا نعرف من جوه ليه. هو بيحبها ميديوم ويل. لا ممكن ميديوم رير. ماشي يعني. لا هاتله بس هاتله بس. بص اديله متفرط. خدت بالك؟ بص الاسكيز والله مش وحش. أيوه. هو لازم يوصل ل 52 53. انت عايز توصل لكام كده؟ حلو. كنت عايز اوصلها له هو عشان يعني عشان ما يبقاش متضايق. ممكن توصل ل 65، بس انا هديله هو الحته اللي على الاول وهديك انت اللي في النص. طبعا يا عم انت. ده يا صلاح حلو ولا ايه؟ طبعا هو المفروض نسيبها تريح، بس هو مفيش وقت، ما عنديش رفاهيه ان انا اتريح دي. هي هتريح على ما هتريح في بطننا. ما تقلقش. ناخد ايه؟ ناخد ايه؟ قلبنا ميكروباص خلاص الحته دي. قلبنا ميكروباص. انت واخد بالك؟ انا بعد اذنك يا استاذ عدي بس. انا ماليش دعوه، انا باكل. انا كنت جايب المستحد بتاعي هنا. بص الجريفي مع الماش. بص الجريفي ايه؟ انت شايف الكرو اللي ورا الكاميرات عامل ايه؟ لا مؤاخذة والنبي الغيب ايش يا اساتذة؟ مش مشكلة. بدور على ايه؟ قولي. كنت بدور على المستحد بتاعي. بس مش مشكلة. اللي بتسمم؟ لا مش دي. لا هتشتغل معاك. وبعدين انت ليه عايز تقطع؟ اديها له حتة. انت لسه هتقطع صلاح. يلا بس ما تقلقش. انا عايز سكينه من وراك. انا كنت هجيب طقم السكاكين بتاعي. حلو. انت وقعت عليا ايه؟ انا؟ مش انت اللي يميني؟ يبقى انت وقعت عليا. انا يميني. انت شمالي. وقعت عليك ايه؟ انا مالي؟ انا باكل. طيب انا عايز اطمنكم يا جماعه ان انا 10 سنين اكيل، لازم الكرو اللي معايا ياكل من نفس اللي انا اكلته. دي حقيقه. فطمنوا كلكم هتاكلوا من اللي انا اكلته. ما تقلقوش. وجاب لك السنانه اهي كمان. مية. ده كده الرز من جوه. ده اللي هو الميديوم رير. يس. صح. هو بيحبها كده طبعا. طب انت عندك حتى يا... ماشي. لا هسويها لك. لا هاكلها كده مفيش مشكله. لا خبش. هشوف لك دي برضو، دي ممكن تبقى حلوه. دي الطرف. دي حلوه. طيب بس كده انا هدوق دي. ايوه اول حتتين دول حلوين قوي. كفايه عليه كده. حاضر. انت هتديله كتير ليه؟ يلا. يا ساتر يا رب. الله. دي اشيل. هات الحته. ايوه الصغيره دي انا عايزها. دي لا اله الا الله. دي بالنسبه لك حلوه جدا يا جماعه. بجد عايز اقول لكم على حاجه. ابص فين هنا. ده مش دم، ده اسمه مايجلوبين. المايجلوبين ده الانزيم المسؤول عن تثبيت الاكسجين في الانسجه وفي العضلات. طبعا الدم انتهى بالذبح. انتوا فايتكم كتير جدا جدا. الناس اللي بتاكل اللحمه حلواني بيقول لك ما بنحبوش، عايزينها تستوي. لا هي النقطه كلها في ايه؟ انا هكمل تسويه عشان عارف الناس. بس خد بالك الاخراج. الاخراج في السماء بيقول لك ما بنحبوش. بص اهو ادي هقطعها لك دلوقتي. بس خليني اقول لكم على حاجه. بجد انتوا فايتكم كتير لو ما اكلتوش اللحمه بالتسويه دي. فايتكم كتير كتير بجد. التدخين طعم التدخين باين جدا.
خد بالك انا بدوق. هنحطها هنا للناس اللي بتحب ايه. اه وده خشب ايه؟ بص ده خشب. ده خشب قرو دي كده هنحطها كده شويه دقيقه مثلا خلاص وتتاكل على طول. بس هو الصح ان احنا لما نقطع اللحمه او نطلعها من التسويه بتاعتها نسيبها مش اقل في الحته الكبيره دي منها تستوي عن تريح مش اقل من ربع ساعه. وبتقلبها كل قد ايه؟ لا سيبها. لا انا بقلب. ما تلعبش فيها بقى لو سمحت. طب انا عايز التوم. بتحب التوم المشوي ده؟ بص ايه كده خلاص اتعملت ايه. ايه بتحب التوم المشوي ده؟ بحبه بس خده انت حبيب. انا مش مفروض ضيفك. ايوه انت ضيفي ما انا جايبهم لك اهو. مش كده اهو. ايوه حطه هنا. خد واحده انا واحده. طيب صلاح اديله ده منك. انا خلصت اصلا. بص اللحمه استوت. مشاهدينا ارجو ان انتوا تكونوا انبسطتوا بالفقره دي. لسه عندنا فقره تانيه واكل تاني وضيف تاني في غنى برضو في شخصيته وفي تفاصيل حياته. شيردي اشكرك حبيبي. انا سعيد انك كنت معايا. انت مش عايز فقره ولا عايز حلقه, انت عايز مجموعه من البرامج عشان نعرف نطلع اللي جواك. ربنا يخليك شباب. اللحمه اللي اتشوت اهي. فاصل ونرجع لكم على طول. لما شفت دلوقتي ساعه ونس مكتوبه ازاي افتكرت حد يعني من الفريق بتاعي بيقول لي يا استاذ مراد ساعه ونص بتتكتب بالصاد. قلت له لا ما انا اكيد مش قصدي ساعه ونص, هي ساعه ونس. المهم ضيفي دلوقتي حد انا تشرفت بالعمل معاه, كان دور صغير انا عملته كضيف شرف لعمل هو كان بطله وقربت منه يعني او تعاملت معاه عن قرب. انسان زي كل ضيوفنا ان شاء الله اللي هنحاول ننقيهم ليكم على الفرازة, انه دايما يبقى شخصية غنية. الشخصية الغنية اللي هي مش وان واي, مش وان تراك. لا هو ممثل, هو فنان, ولكن هو انسان جواه حاجات كتيرة قوي. من اكتر الممثلين اللي لا يمانعوا انهم يمثلوا ويشتغلوا بمقابل قليل لغرض كبير, يعني كامبين لمحاربة ايا كان, مش عايز احرق دلوقتي هو يحكي. يعملها ممثلين كتير قوي تقولك لا انا الوقت ده انا اشتغل واعمل فلوس. التفاعل بتاعه مع المجتمع اللي حواليه وبلده اعلى بكتير من كتير من الفنانين ومني انا شخصيا. يعني كفاية تقديمة ونخش في الجد عشان انا يعني كده قصة عشق يعني. سامح ازاي حبيبي مراد. انا كل جداً. كلمة قلتها لا اعنيها ولو تلاحظ ما عملتش التقديمات العادية الفنان العظيم الكوميديان. ربنا يخليك. انا بيمسني حاجات تانية خالص. الانسانيات خير. عندي انا اعلى بكتير يعني بالدنيا زي ما بيقول. كتر خيرك. لا انا ليا شرف ان انا ابقى موجود معاك. انا من محبينك قوي. تسلمي انت حد فنان تقيل قوي. تسلمي يا رب. وانا لا تقيل قوي يعني. لا العفو. لا تقيل قوي يعني. وانسانيا انا لما اتقربنا مع بعض في الفيلم يعني كان من حسن حظي حقيقة. حسن حظي. ميرسي جدا أنا. والف مبروك لساعة ونص. ساعة ونص يا سلام. عجبتني قوي. انا ضحكت ضحك لما بعت لي على الواتساب بيقول لي ليه يا جماعه ساعه يا صاحبي. قلت له يعني هنعمل برنامج هنسميه ساعه ونص. أيوة. يعني اكيد يعني شويه فكاكه يعني. 24 ساعه احنا حبينا يا حبيبي. تسلم يا رب. سامح اللي انا قلته في التقديمه اعني كل كلمه فيه, ومش عشان انت معايا ده كلامي عنك. لو جت سيرتك دايما في اي حته فلازم نبتدي منها. تعال نبتدي منها. نجوم كتير وصلوا ان هم يبقوا ابطال. البطل الاول انت عارف احنا عندنا البطل الاول الابطال الثانيين وهكذا. نجوم كتير وصلوا ان هم بقوا بطل اول وما يعملوش مش عايز اسميها خيريه لان هي مش حاجات خيريه على قد ما هي حاجات مفيده للمجتمع. وعاده كلنا عارفين ان المقابل بتاعها بيبقى ضعيف جدا, ده لو في مقابل اصلا. سامح بيساعد شباب وبيعمل كامبين زي دي ومش فارقه معاه الفلوس ومش فارقه معاه. فهي دي اللي انا عايز ابتدي بيها. بص انا عايز اتكلم عليها. انا ده فضل من عند ربنا.
وان ربنا كرمني بده. يعني انا ماليش يد خالص في ده، ده انا مبسوط بالموضوع ده من بدايه دراسه الحقوق. انا يعني خريج حقوق وخريج اداب. كنا دايما انت عامل اربع سنين واربع سنين فضى بقى حضرتك يعني اربع سنين حقوق واربع سنين اداب ودبلومه كمان في القانون الجنائي. وما درستش تمثيل؟ لا تمثيل اداب مسرح. اداب مسرح اوكي. قسم مسرح شعبه التمثيل واخراج. اوكي. فكنا بنتعلم دايما ان في حق لازم يبقى قدام واجب. فانا ماشي بالمبدا ده، انا حقوقي باخدها لكن عليا واجبات، ما انظرش ابدا للحقوق فقط. ودي منبع كل المشاكل على فكرة. دايما يقولك أنا حقوقي فين، طب أنت واجبتك فين؟ والواجب ما هوش بس لازم يبقى اتجاه كل الأشخاص، يعني اتجاه نفسك ما تضرش نفسك، واتجاه المجتمع الأسرة بتاعتك، واتجاه المجتمع بتاعك، وبالتالي بلدك اللي أنت منتمي ليها. فأنا من دراسة حقوق أنا متعلم ده، ثم بقى شغلي في المسرح. يعني شغلي في المسرح اتعلمت كتير قوي، ومقابلة الجمهور أنا مستمتع إن أنا أقابل الجمهور. أنا في أي لا ده موت، مع إن أنا أول موتع. مرة مثلت في حياتي كانت مسرحيات في المدرسة وبالفرنساوي، يعني كمان مش بلغتي. الله. واللي حصل خلاني أخاف من المسرح. إيه اللي حصل؟ يا لهوي. أيوه. لا قول لنا إيه اللي حصل. أنا فاكرها كويس. أيوه كنا بنعمل إيزيس بتاع توفيق الحكيم بس بالفرنساوي. وأنا كنت دور ست الشرير. وكان في واحد من الحرس هيرمي لي الرمح. وانا فاكر لحد دلوقتي انا كنت بلبس نظاره وهو كان بيلبس نظاره، وبما ان احنا في العصر الفرعوني فاحنا في نظاره. ايوه. فبيرمي انا اللي هو ايه ارمينا على اليمين عشان الحق امسكها. أيوة. راح رمى لي على الشمال. ايوه. فرحت خابط الرمح بدل ما امسكه وقع على مدير تحت قدام مدير المدرسه، والمسرحيه اتقلبت كوميدي. ايزيس ايزيس بتاع التوفيق الحكيم اتقلبت كوميدي. طبعا طبعا. فانا من ساعتها وانا اخشى المسرح بطريقه فظيعه. يعني ولو اني بموت فيه. خلي بالك الكوميديا حلوه جدا. جدا. يعني انا في بدايه شغلي في المسرح انا كنت بقول بقى حاجات لغه عربيه وجمله شديده يعني وحاجه ماساويه، فدخلت فبقولها وانا صوتي رفيع وشكلي كده كاركتر في الجامعه، فالناس ضحكوا، فانا استأت جدا يعني قلت انا كده مش شاطر يعني، فلقيت لا يعني لقيت ان في جانب اخر انا ابص له يعني كوميديان اكتر. فمن هنا انا يعني حابب التقي دايما بالجمهور، يعني حتى واحنا بنشتغل في مسرح الدوله ابقى مشترط عليهم، او مش شرط قد ما هو رجاء ان يا جماعه الفن ما هوش فقط القاهره واسكندريه، انا نفسي اطوف كل محافظات مصر. وعملت ده. انا كل المحافظات لازم ازورها ولازم اعمل مسرح فيها، وتخيل ردود الافعال بتبقى عامله ازاي. سعاده في منتهى يعني اقصى سعاده ليا. طيب قبل ما اكمل واقول لك طب اكتر محافظه بتحس ان هم بيتذوقوا الفن، خلينا نروح لمحمد صلاح نقول هياكلنا ايه. هتاكلنا ايه يا محمد؟ مبدئيا تسلم ايديك. مساء الفل. مبدئيا تسلم ايديك يعني. انا شفت مع الاستاذ شردي حاجات عظيمه. عايزين ندوق بس بعد ما نخلص بقى. ايوه. هتدوقنا ايه في الفقره دي؟ بما انكم بقى اتكلمتوا على مصر كتير فيعني هنعمل حاجه مصري. حلو. فانا بالنسبه لي الحواوشي ده. الله. اوكي. الله. انت تعرف ان ده اكلتي المفضله؟ يعني. فعلا؟ لا وانا بعمل حواوشي. وعارف ان في شطه هنا صح؟ حلو قوي. انا نفسي احط بس هو اللي موقفني. ينفع ولا ما اكلش؟ طب سؤال، انت هتعمل رغيف واحد؟ اعمل كذا واحد. طب اعمل واحد بشطه واحد بشطه. الله الله هذا يعني تقدرني ليه؟ طيب الراجل بيعمل لا لا طيب وايه جنب الحواوشي؟ واعمل لك نقول عاملين حته لحمه، عاملين حته لحمه واجيو. ايه؟ حته لحمه واجيو. واجيو. دي حته من اغلى انواع اللحوم اللي في العالم. ده ايه فور ولا ايه فايف؟ الله ما انت مذاكر اهو. بص اهو عارف انا عمال احفظ فيها ايه فور. اصلا هو اللي قال لك جوه. ايوه. خلاص دي حته. بس ده مش الواجيو الياباني، لان اللي اعرفه انه ممنوع تصديره بره اليابان. بس بنعرف. لا لا بنعرف نجيبه عادي ما فيش مشكله خالص. هم بيطلعوه خلاص دلوقتي ما فيش مشكله. بس اللي انت قلت دي حته استرالي. دي حته استرالي بس حته عظيمه. وعاده الشورت ريبس بتقعد بالساعات. فاكر لما جيت عندي كده وحته اللحمه بتطلع بالعظمه بتاعتها في حلقه كده. دي بتقعد بالساعات عشان تعمل كده. بس النهارده هنعمل واجيو هيستوي في 5 لـ 8 دقايق. اوكي. حلو. ازاي؟ هنشوف بس لما. الواجيو برضو فيه اللي هو المنظر الرخام ده اللي عامل زي الرخام على اللحمه. عامل ازاي؟ ده احنا مش جايبه لك بعظمه. مش عايزين نشوف. احنا عايزين ناكل. يلا بينا. يلا بينا.
طيب والمقادير طلعت اهي ده الم... ايوه هي المقادير دي. طيب نيجي بقى بما انك لفيت المحافظات بمسرحيات ايه اكتر محافظه حسيت ان هما متذوقين للفن؟ اكذب لو انا قلت لك محافظه بعينها هي كل المحافظات، لكن في ما بيني وما بين محافظه قنا الصعيد. الصعيد وجه قبلي كله عظيم جدا، وقنا بتمتاز كمان باللغه، اللغه عندهم قويه قوي، اقرب للغه العربيه، وعندهم ثقافه كل شعوب يعني الجنوب كلهم يعني عندهم ثقافه عاليه جدا، ثقافه احترام الاخر عاليه جدا، تذوق فني رائع جدا، بخلاف بقى طبعا البورسعيديه والاسماعيليه. البورسعيديه دي عشان شيردي لا لا حقيقي حقيقي لا يعني لا جمهور رائع رائع. وانت بتستمتع باللف كده يعني اصل اللف ده معناه انك مش متواجد في البيت يعني انت ما انا باخدهم معايا. طب المدارس ايه؟ لا ما بيبقى يعني في الصيف في الصيف لازم يبقوا معايا، هم بيستمتعوا جدا وببقى قاصد ان هم يشوفوا كل اطياف المجتمع عندنا، ببقى قاصد ده. انت عندك ولاد ايه؟ وقاصد مريم 12 سنه وفاطمه 10 سنين. حد منهم عينه يعني بتبرق كده في على الفن ولا؟ هم الاثنين بيبقوا ايه يعني، فاطمه بتحب ترسم كتير قوي أوكي. ومريم بتحب تغني اوكي يعني فيهم الحته غني الفنيه غني عليا غني على الاسره كلها غالبا يعني فيهم الحته الفنيه دي اوكي. كنت بتقول ان انت بتحب سوري قطعت كلامك لا باخدهم دايما معايا وببقى متعمد كمان واحنا مسافرين نسافر كل التيم مع بعض يعني كل الفريق مع بعض، لو هنسافر في باص يبقى باص كلنا مع بعض مش انا لوحدي وهم لوحدهم اوكي. الاقامه كلنا مع بعض حتى لو النزل شباب، بالمناسبه نزل الشباب والبيوت الشباب والبيوت وزاره الشباب والرياضه عامله مجهود رائع في بيوت يا مراد في منتهى الجمال، في منتهى الجمال، في طفره حصل الحقيقه يعني زمان كان بيوت الشباب دي حاجه ما تسمعها يعني تتضايق لا دلوقتي احنا بنتخانق علشان نقعد في بيوت شباب مش في فنادق فعلا اقسم بالله يعني. واكلهم برضو حلو جدا ولا ما وبعدين فريندلي كده يعني اللي هو ايه انا عايز اكل كذا النهارده ده ياكل كذا، وهم عندهم ترحاب اي مكان انت بتروح وخارج القاهره واسكندريه بيبقى عندهم ترحاب وعندهم شغف كده بان هم يشوفوا فنانين مصريين يعني قاهريين مش هقول مصريين لان ممكن كلهم ممكن مصريين. ان هم ما عندهمش تشبع من يعني كميه المسرحيات او النجوم اللي بيروحوا لهم مش كتير فممكن يكون عشان كده او زايد. خلي بالك ان الاصل المصري كل ما طلعت بره العاصمه صح لقيته اكتر وحسيت بيه اكتر ايوه كل الخصل بتاعه الشخصيه المصريه الاصليه تلاقيها اكتر بره الحياه السريعه بتاعه العاصمه يعني صح وانا ببقى في كل حته في العالم اكتر يعني دايما العاصمه ما بتقولكش الشعب ده شخصيته ايه. وعملنا كمان تجربه جميله قوي حابب اقولها. قول. تبع وزاره التضامن حمله انت اقوى من المخدرات صندوق مكافحه ده اللي انت عرضته في جامعات لا في مسرح وزاره الشباب لا وزاره الشباب عملنا حاجات تانية. انا حضرت اصل السنه اللي فاتت ولا اللي قبليها جيت لك مسرحيه كانت في وزاره الشباب والرياضه دي حاجات تانية في المبنى اللي هو قدام نادي الزمالك ايوه بس مش فاكر المسرحيه كان اسمها ايه. يوم سعيد تقريبا يوم سعيد كانت حاجه عن كورونا فرح سعيد يوم سعيد انا انا يوم انا وانا سعيد كان حاجه عن كورونا اللي هو افتكرت دلوقتي فالمسرحيه اللي تبع الحمله طفنا بيها برضو جامعات مصر دي حمله ضد الادمان مكافحه الادمان وعلاجه يعني كمان ده مين اللي ابتدى الحمله او مين الحمله اللي تحت الراعي بتاع الحمله وزاره التضامن أوكي. صندوق مكافحه الادمان الحمله اللي كان عاملها محمد صلاح نجمنا العالمي بالظبط انت اقوى من الادمان انت اقوى من جزء من الحمله دي كانت مسرحيه طفنا بقى بيها علشان بيحاربوا بالفن زي ما بيحاربوا بالرياضه يعني فاهم وده شيء مهم جدا. طب وده ايه بقى بيقول لك على الفكره او بيجيبوا سكريبت رايتر ولا انت اللي بتجيب السكريبت رايتر ولا لا احنا بنختار يعني مسرحيه بتتلم ازاي الموضوع كان المخرج الاستاذ عمرو حسن مختارين مسرحيه لميخائيل رومان يعني مسرحيه من مسرحياته العظيمه يعني اوكي ومطوعينها على ودكاتره في الصندوق بيقعدوا معانا
لا احنا عايزين الاسباب بتاعه الادمان ايه، طب العلاج ايه، طب مظاهره عامله ازاي. ورحنا زرنا مراكز عزيمه، يعني رحنا زرنا انا قلت لهم انا عايز اشوف متعافين، فزرنا مركز عزيمه في بورسعيد واتكلمنا مع متعافين اخواتنا. وهقول لك على حاجه، احنا عاملين برضو تفصيله كانت اعتقد ان هي كانت لطيفه جدا. الديكور اللي منفذه متعافين، فتخيل كنت لسه اقول لك ما خدتوش منهم أبطال. وكنت بقوم قايل انا لازم اعمل ده، لازم حتى في المسرحيات العاديه لازم يبقى فيه كم شباب كتير. فالمسرحيه دي وكنت بقول في النهايه في التحيه ان الابطال الحقيقيين الناس دي فعلا المتعافين دول ابطال حقيقيين يعني، وكانوا بيطلعوا يحيوا الجمهور. يا 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 على السعاده. احساس طبعا طبعا احساس دي ده تعقيبا على كلامك يا مراد ان ده مقابل كبير قوي. والله ده مقابل كبير قوي، ما هوش المقابل مادي بس او الحواوشي بس يعني. لا لا انا شايف بس هو بيحط حاجه في الرغيف فوق. طب انا فهمت خلطه اللحمه ايه اللي اتحط فوقيها بقى؟ بعمل لك انا بعمل لك واحد لحمه، بعمل لك واحد سجق، بعمل لك واحد لحمه بالجبنه. ايه لا لا استنى نجيلك بقى. يلا تعال نبص يلا يا ريس، وبعدين نطلع فصل ونرجع نتكلم انا وسامح تاني بس حبيب. نشوف احنا هناكل ايه. ايوه يعني استنى انا لو قاعد بيحشي في الحاجه كده. ايوه ايه ده بقى؟ انا هاخد الساده. بعد اذنك انا لا خد الساده. انا عامل اتنين كل انا عامل أيوة واحد. لا لا واحد. والله لا كل حاجه ساده وبجبنه وبسجق. ساده وبجبنه وسجق وسجق. لو سمحت حط علامه اكس كده لو هتحط شطه. لا لا بس هم جابوها لي في الخباثه كده دلوقتي. ايوه لو سمحت اكس كده بس عشان نبقى فاهمين. ما تحطش الشطه خلاص. طيب هنروح لفاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا مع حبيبي سامح، وفي الاخر هندوق بقى الكلام ده. وللعلم انا معلش خليني اقول حاجه ما تزعلش مني، انا بحب اقول رغيف لحم لان انا صعبان عليا عيلة الحواوش بصراحة. صعبانين عليا ان هو يعني الراجل طلع الرغيف اللحمة. انا بحب الرغيف اللحمة وتسمى باسمه، وبعد كده العالم كله العيلة. لا والله احكي لك الحدوتة دلوقتي. ننتقل الى فاصل ونرجع لكم على طول. يلا بينا. ورجعنا لكم تاني، وحبيبي سامح حسين فنان فنان بدرجة إنسان. ها كلمة كليشيه قوي. ما كنتش عارف ألاقي حاجة تانية. كلمة كليشيه قوي. طيب لازم طالما احنا في رمضان لازم نتكلم على أجواء رمضان اللي انت تربيت عليها. شبرا الله خيمة. الله بالتحديد. شبرا خيمة الله. أصلا شبرا مصر ليها معزة بس قرام خاصة عندي. جنب كوبري بس. رحت عندكم عند واحد بتاع كشري أنا فاكر مشهور. المهم يعني ايه؟ بلاش نقول اسامي. ايه اكتر حاجه كنت بتستنيها او فاكرها من رمضان في طفولتك في شبرا خيمة؟ الكوره يعني. قبل ولا بعد الدورات الرمضانيه؟ قبل ولا بعد فطار؟ قبل وبعد. احنا حياتي كلها كانت كوره. انا كنت بنام وحاضن الكوره حضرتك يعني. حياتي كلها كوره. وما فكرتش تبقى لعيب كوره؟ لا كنت بتمنى، لكن دايما بتبقى الـ 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 الدوري والحاجات دي اثناء الدراسه، واحنا عيله بيحبوا المذاكره شويه يعني. اوكي بقولك اتنين لسانس يعني. لا ده فاضى بجد. أيوة. خلصت لسانس ايه ده؟ اعمل ايه؟ طب اخد لسانس تاني. طب اشتغل. طيب يعني لا انا بشتغل من وانا في الثانوي. دي انا عارف. دي معلومه انا عارف. بس احنا في ثانوي اتولد بنقول الحاجات الحلوه. كلها كوره والدورات الرمضانيه، وبعدين الشارع ده كان فيه طعم رمضان حلو في الاحياء الشعبيه زمان. الشارع ده يقابل الشارع اللي ورا، او الشبرا خيمه تقابل شبرا مصر. البطوله ما بين الشوارع والمناطق. امال ايه؟ طبعا. اوكي ونلعب هناك ولا نلعب عندنا ونقعد لغايه المسحرات. ايوه بس في اي مساحه، في اي ساحه حته فاضيه نقوم منضفينها. ده بقى قبل الوقفه، ونقوم رايحين جايبين جير من اي موال او الناس بتوع البلاط. ماشي ورش البلاط، ناخد شويه كده ونقوم عاملين الخطوط والخط 18. وتجيبوا الجون منين بقى؟ الجون نفسه؟ لا 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 مفيش جون. ده نحط حاجات طوبتين وخلاص على كده. ودي وتقعدوا تتخانقوا بقى ده الكره دي عاليه لا دي واطيه لا. وكنا بنقوم عاملين خط كده كهرباء يبقى فيه لمبات علشان بالليل. ايوه والناس بقى احنا بتلاقي فوق الاسطح بيتفرجوا علينا يعني. طب معانا نادي على التليفون. الو ياكو ازاي مدام ناديه؟ انت اول متصله في اول حلقه من برنامج ساعه ونس.
اشهر اكيل في العالم استاذ مراد. ميرسي يا فندم. اخيرا اخيرا كلمتك يا فندم، ده شرف ليا. لما تيجي حلقه اقول لك ايه، اقعد اكلمك اقول لك طب خدني معاك اكل معاك يا فندم على راسي من فوق. انا عايز ادوق ده، عايز ادوق ده طول ما انا قاعده. انا بتكلم مع مدام روز رئيسه القناه ان احنا نرجع فكره الضيوف تاني وخليهم يكلموا حضرتك. حاضر عينيا. لا والله ودم حضرتك يعني خفيف ولطيف جدا والله. اشكرك. بس واهلا بالاستاذ سامح. بنتكلم على الدم الخفيف بقى. اه بالظبط يعني. كل سنه وحضرتك طيبه يعني. ولو حضرتك شايفه ان مراد دمه خفيف كده على الشاشه. محترم جدا 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 يا استاذ سامح. ربنا يعز حضرتك. ربنا يعز حضرتك. وانا بحب جدا دورك مع عدوله. ايوه بحب قوي قوي شخصيتك في عدوله دي، جميله. كانت من مظاهر رمضان برضه. أيوة. كذا سنه. ده حقيقي. ده الحمد لله. الحمد لله. فمنورين وكل سنه وانتم طيبين. وطبعا الشيف ببعت له تحيه لمع حضراتكم. صلاح محمد صلاح. ما شاء الله عليكم والله حلقه جميله، انا قاعده مبسوطه بيكم قوي. ميرسي. ربنا يخليك. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا جميعا. الله اكرم. ان شاء الله. وارجو ان احنا نكون مونسينك. ما لحقناش. شكرا مني. طيب فالكوره. طيب هل كان لغايه السحور بقى مراد يعني السحراتي اللي يجي خلاص نطلع. ازاي تلعب كوره وانت لسه واكل في الفطار؟ يعني واحد بيبقى لا 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 عادي ما يفرقش معانا. لا لا ما تفرقش. ولا كنت بتكسر صيامك وتروح وبعدين ترجع تاكل بعد كده؟ حياتنا كلها كانت كوره وما تفرقش الاكل يعني، ما كناش بندب قوي. طب انا المخرج بتاعي معلش مادي شويه بيقول لك في جوائز. لا ما كناش بنلعب على لا خالص. لا كنا بنحط الفلوس نشتري بيها تيشيرتات. اوكي. لكن ما ناخدش فلوس يعني، الفريق اللي فايز ياخد تيشيرتات لكن أوكي. ما ياخدش. دي كانت جايزه. حلو. بما ان احنا في قناه سفره لازم هنتكلم على الاكل. طبعا. إيه اكتر اكله في طفولتك لازمتك بقى اللي هو انا لازم اكلها في رمضان؟ المحشي. المحشي. ومش انا بس اكيد يعني كل العالم المصري. انا اعرف حد ممكن تبيعه هدومه. أيوة. بحاله محشي. لا المحشي عظيم وبالذات لما يطلع حلو. ايه؟ وبالذات لما يبقى معمول حلو. طبعا والله كله بيبقى حلو يا شيف يعني بصراحه. يعني بالشرط. لا بالامهات كله بيبقى حلو يعني. طبعا. لو سمحت يا صلاح. بس بص. انت عارف اللي ممكن ساعات وساعات ورق العنب. اللي ساعات بيبقى حلو قوي وساعات بيبقى حسب حاجه. دي خلصت خلاص. دي خلصت؟ الله. ايه ده؟ هو ده ايه العظم ده؟ عظم اللي بره ده؟ عظمها ده. لا جرافيك دي ولا بجد؟ لا دي لحمه. الله. طب ايه، ما احنا نقوم مرة واحدة ولا ناكل دي؟ لا خلاص يبقى نقوم مرة واحدة. نقول مرة واحدة عشان الحق اتكلم مع سامي. ايوه ما زلت لحد دلوقتي محشي؟ المحشي؟ لحد دلوقتي. طبعا. طب مراتك والحوشي خلي بالك. بس من غير ما تخاف يعني خليك شجاع. مراتك تعمل لك محشي زي بتاع ماما؟ لا 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 احلى احلى. لا بس انا هقول لك. لا يعني ايه، هم يعني الاجيال الجديدة بتلاقي بيعملوا مثلا في 5 ساعات حله محشي ويتاكلوا في 5 دقائق. زمان كانوا على طول تحس ان هم مولودين بيلفوا محشي. عندهم سعاده يعني. عندي سؤال تاني. طبعا. وسؤال مهم وخاص شويه. في الفتره الاخيره يعني طبعا سامح حسين يقدر يمثل اللي هو عايزه، وانا شفت سامح وعارف هو بيقدر يقدر ربنا يخليك. وانا متاكد انه معظم مشاهدينك عارفين ان انت تقدر تمثل انت، ولكن اكتر حاجه اشتهرت بيها كانت الكوميدي. طبعا. ان انت فنان كوميدي. طبعا. مؤخرا ماسوره فنانين كوميديانات طلعت. ماسوره وانواع مختلفه وشباب وكبار، وفي ناس ابتدت على كبر اصلا. وكلهم اسامي بقت لمعه. اتعرفوا على كبر. اتعرفوا على كبر قصدي. يعني اشتهروا على كبر. طبعا. هل ده يهدد كوميديان بقاله فتره على على لا 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 على خالص. كرسي؟ لا ابدا ابدا. اصل انا قبل ما ابقى ممثل انا متفرج مشاهد. انا بحبهم جدا، وكل الانواع اللي انت بتقول عليها دي ممتعه جدا. بضحك بموت من الضحك لكل الشخصيات دي. احنا ما عندنا كتير قوي. حلو. يعني مش عايزين نقول اسامي بس كتير. هقول لك ليه؟ اقول لك ليه؟ لان احنا دمنا خفيف اصلا. ده حقيقي. انت لو سرحت شويه في على السوشيال ميديا العرب كلهم بيقولوا انت تقعد تقول هم ايه الدماغ دي؟ ايه الكوميديا اللي هم بيجيبوها دي؟ ده لو طلعوا يمثلوا يبقوا فظاع يعني. اللي هم اليوتيوبرز وكده. اللي دمهم خفيف. الناس. فده ارهاصه طبيعيه للسوشيال ميديا.
ودايما لما يعني شفت فيديوهات كتيره على تيك توك واليوتيوب وكده لما يسالوا مثلا حد من الوطن العربي عامه ايه اكتر الشعوب العربيه دمها خفيف دايما في اجماع انهم المصريين طبعا انهم يعني دايما وده ما ينفيش ان هم هم عندهم يعني كوميديا هم بيستقبلوا اكتر يعني لا وهم عندهم كوميديا يعني الخليج عنده كوميديا خاصه بيه ممكن تبقاش منتشره لان احنا ابتدينا بدري لا ابتدينا بدري واحنا شعب كبير احنا كبير السوريين عندهم كوميديا حلوه السعوديه طبعا. عندها كوميديا طبعا. يعني في دول انا لما بتابع بتفرج المغرب العربي عامه الجزائر والمغرب وتونس عندهم كوميديا بس لازم تبقى يعني يمكن الكوميديا المصريه الوحيده اللي بتتفهم من العالم من العالم العربي كله هم عندهم كوميديا وممكن تخليك تكركع روحك من الضحك لو انت فاهم ثقافتهم صح فاهم صح دماغهم ازاي الكوميديا دي جايه منين صح يعني هو الافيه ده طلع منين صح وده بيبان لما بنيجي نعرض مسرح في كل محافظه خلي بالك يعني الضحك اللي في القاهره غير اللي في اسكندريه غير اللي في الصعيد غير اللي في على القناة. حته معينه مختلفه فما بالك بالدول بثقافات ممكن حاجه ما تضحكش في القاهره تلاقيهم بيكركعوا روحهم ازاي اللي هو ايه الحته دي كنا بنقولها عادي ما بتضحكش فتلاقيهم ضحكوا جدا بقى في مشكله لكتابه الكوميديا اللي المبنيه على الموقف زي الكوميديا بتاعت نادين الريحاني والكلام ده بقى في مشكله انا يعني انا اللي ملاحظه صح في مشكله الكوميديا اللي منتشر اكتر لانهم بيعتمدوا اكتر على خفه دم الممثل الممثل مهما كان يعني هتلاقي استاذنا عادل امام لازم يبقى وراه حد يوسف معاطي وحيد حامد لازم يبقى فيه وراه كتوبه كتوبه صح بيعملوها صح اسمها ايه الكتوبه دي جديده دي كتوبه دي كلمه صعيدي دي ايوه كتوبه شبرويه زي شتومه دي ايوه لا اسماعيل ياسين اعظم حاجاته كان ابو سعود الاباري نجيب الريحاني هتلاقي بديع خيري لازم يبقى فيه طب سامح حسين مين لا لسه لسه هعرفك على حد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله حتى يعني هتشكرني عليه طيب احنا للاسف وقت الحلقه خلص فاحنا محتاجين نروح نشوف بقى العظيم الله صلاح الشكل ده حلو قوي ملك اللحمه عمل لنا ايه برافو 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 ده الوجه ده كده ده والدان ولا ده ما فيهوش بقى والدان لا ده كده هتاكله على طول هيبقى مستوي وهيبقى مظبوط وهيبقى تمام اوكي الله. بس عايز تسيبه حته كده على طول طبعا عظيم طبعا اخد دي طبق وسكين سكينتك اهي ايوه وانا سكنت اهي شوكتك وشكرا يا خلي بالك ده سخن ما ده سخن احط لك حته صغيره كده ايه اكتشف انت لو عرفت بقى ده ايه صوص ماشي ده للحمه ممكن تاخد بقى منه معلقه مع سبانخ ايوه طيب انا ممكن ازق هنا براحتك اعمل اللي انت عايزه انا هوقع لك دي صح لا خلاص هشيلها اصلا والله نفسي اقول لكم تعالوا كلوا يا جماعه والله ريحه عظيمه تسلم ايديك بالهنا حقيقي ملك اللحمه فعلا عايز تاخد معلقه كده للسبانخ اهي هي فين السبانخ اهي اخد منها على طول على طول طب بس ادوق الاول ماشي دي للسبانخ مشكله مش مشكله انت صفحه ثانيه في شوكه لا هالشوكه هاخد منها السبانخ مش مشكله طيب انا هقول لك حاجه انت اكلت ما استنيتنيش الله الله دي اسمها لحمه ايه واجيو دي واجيو دي بتيجي حته كده من قفله من عند الصدر كده حته قاسيه جدا اصلا بتاخد وقت طويل قوي في التسويه بس احنا بنعملها بالتكنيك ده عشان تسوي معانا بسرعه هي اصلها الواجيو اصلها الياباني صح الياباني واجيو ده دي البقره لو كنت سمعت عنها اللي بيسموها مزيكا وعملوا لها مساج وبتاع دي اغلى 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 حته لحمه ابص نهايتها ايه اصلا لما تيجي تبص لها كده تحس ان هي اله موسيقيه بقى ايوه صح دي اغلى حته لحمه ايه في العالم من ام كام يعني من ام احنا ما يهمناش الكلام ده خالص يعني اوكي بعد كده عندي الحواوشي انا مشتاق للحواوشي ده في تين مبدئيا الصوص ده عرفت خلاص انا ما... لا انا بدوق لسه ايه الامتحان الصعب اللي انا فيه لا ده في تين برشومي وحمص في حمص لا ده معمول بالتين ده صوص تين صوص تين صح اوكي طب ندوق بتاخده مع اللحمه وبتاخده مع السبانخ فاللي يحصل في حته كده ما بين الميكس من السويت انصور الحته الحلوه والحادقه ولما تدوقهم مع اللحمه الاثنين بيدوا بقى بيكملوا بعض فانت عايزني احط السبانخ بالظبط احط لك عليها ماشي انا بعشق السبانخ يا سلام اهي هو بقى بيقول لك خد حته اللحمه معاها حته من دي وحته من دي ماشي وانا اعمل كده
طب احنا ايه نقول تصبحوا على خير ولا لسه؟ نقول تصبحوا على خير؟ طيب. ارجو ان اول حلقه النهارده تكون فعلا ونس ليكم زي ما احنا قصدناها. هناكل احنا بقى الحواوشي، وطبعا زي ما اتعودت 10 سنين في الاكيل ان شاء الله في ساعه ونس هتبقى نفس الحاجه. الكرو اللي ورا الكاميرا كله هندخل ناكل الاكل مع بعض اللي عمله محمد صلاح. اشكرك يا محمد على تعبك معانا النهارده. شرفت يعني، شرف ليا. واشكرك انك بينت لنا قد ايه الطبخ ده فن، ما هوش بس عن عن من زمان ومن زمان. اشكرك يا سامح انك ادتني فرحتني بان انت جيت معايا البرنامج في اول حلقه دي، هتفضل على طول دايما معايا في دماغي. اول حلقه كان فيها سامح حسين، ده شرف ليا. ميرسي جدا جدا جدا، كل سنه وانت طيب. ميرسي جدا، شكرا يا فندم، ربنا يخليك. ارجو تكونوا استمتعتوا. ساعه ونس ان شاء الله الجمعه الجايه. اشوفكم قريب.